رسالة إلى رئيس مصر القادم، هذا هو عنوان مقالي الأسبوعي في جريدة الشرق. والحقيقة أنه عنوان اختير كي يكون رسالة واضحة لرئيس مصر القادم، ومن ثم لأولئك الذين يرشحون أنفسهم اليوم كي يصبحوا أو كي يصبح أحد منهم رئيسا لجمهورية مصر العربية. وبالتالي تصورت لو كان لي أن أكتب رسالة لرئيس مصر القادم بعد أن ينتخب في منتصف يونيو القادم، فهي رسالة استباقية. بعبارة أخرى أقصد بها أن أقول لأولئك الذين يرون في أنفسهم القدرة على القيام بالمهام السبعة التي سأسردها على حضراتكم والتي كتبتها في مقالي، هذه فرصة لهم كي يعودوا لهذه المهام وكي يتأكدوا إن كانوا قادرين أو إن كانوا سيصبحون قادرين على القيام بها أم لا. رئيس الدولة في مرحلة ما بعد التحول الثوري يكون مطالبا بأن يقوم بمهام شديدة التعقيد. هو يصبح الحكم بين السلطات، وعادة يكون مطالبا بأن يقود التوجهات العامة للدولة بالتعاون مع رئيس وزرائه والوزراء وحكام الولايات في الدول الفيدرالية أو المحافظين في الدول الموحدة مثل مصر، وبطبيعة الحال بالتعاون مع المجلس التشريعي. هذه التركيبة التي يوجد فيها عدد كبير من الفاعلين السياسيين لابد لها من مايسترو، لابد لها من قائد، وإن غابت عنها القيادة وجدنا أن كل فريق أو كل جزء من مكونات العمل العام في مصر أو في الدولة المعنية يتصرف وفقا لأجندته أو رؤيته الخاصة. إذن ما هي المهام السبع التي نتوقع من رئيسنا القادم أن يقوم بها؟ المهمة الأولى أن يكون قائد عملية التدمير البناء. التدمير البناء هذه واحدة من أهم مهام الرئيس في مرحلة ما بعد التحول الثوري، أن يقوم بعملية التدمير، يسموها حضراتكم باللغة الإنجليزية Chief Destruction Officer. ربما يكون أولئك الذين يعملون في مجال البزنس أو القطاع الخاص أو هيكلة الشركات يعرفون مصطلح من قبيل CEO اللي هو Chief Executive Officer، أي أنه كبير التنفيذيين في الشركة أو في المصنع إلى آخره. في المرحلة القادمة سنكون بحاجة كما هو كذلك في هيكلة الشركات وهيكلة المؤسسات الكبرى وحتى هيكلة إعادة هيكلة مؤسسات الدول، نحن بحاجة لمن يدير عملية الهدم. عملية الهدم لا تقل في خطورتها، بل حقيقة الهدم لابد أن يكون من الحرفية بحيث نستطيع في النهاية أن يكون الهدم جزءا من عملية بناء لاحق عليه. ولهذا يأتي مصطلح Chief Destruction Officer أو كبير القائمين بعملية الهدم للدولة. لماذا؟ لأن هناك مؤسسات لا بد أن يتم التخلص منها، شئنا أم أبينا. مؤسسات الدول الديمقراطية معروفة، ومؤسسات الدول الشمولية كذلك معروفة. وجود مثلا ما يسمى بتلفزيون حكومي يسيطر عليه الحزب الحاكم، هذه من خصائص الدول الاستبدادية. وجود ما يسمى بوزارة للشباب تقوم بمهام غسل عقول الشباب على قيم ومبادئ يحددها الحزب الحاكم، هذه أيضا من المؤسسات التي لا توجد في الدول الديمقراطية. وزارة للتوعية والتعبئة إلى آخره، هذه أيضا من خصائص المجتمعات أو المجتمعات غير الديمقراطية. من مهام الرئيس القادم أن يقوم بعملية التدمير هذه، ولا نقصد بالتدمير المعنى السلبي يعني التخلص من فقط، ولكن
التدمير البناء الذي يحول هذه المؤسسات التي كانت لها وظيفة حيوية ومهمة من وجهة نظر النظم الاستبدادية كي تصبح ذات أو تقوم بوظائف أخرى غير تلك التي كانت تقوم بها في مراحل سابقة. من الذي سيقوم بمهام إعادة هيكلة هذه المؤسسات من ناحية أو تدميرها من ناحية أخرى؟ هذه ستكون واحدة من مهام الرئيس القادم. طبعا هناك مؤسسات أخرى كثيرة، مؤسسات أمنية وسيادية كانت تقوم بمهام تتفق مع فكرة أنها موجودة لخدمة النظام الحاكم وليس لخدمة أفراد المجتمع، وعلى هذا الأساس هذه المؤسسات لابد من التخلص منها، إما بدمجها في مؤسسات أخرى أو بتغيير فلسفتها وعقيدتها على النحو الذي يجعلها تقوم بمهامها الطبيعية. بعض المؤسسات لو التزمت بما هو مكتوب في قانون تأسيسها أو في لائحة تأسيسها وفي مسماها لا كانت تقوم بما، لربما ما احتجنا لما نحن فيه الآن من ثورة، لكن ما حدث هو أن الكثير من المؤسسات لم تكن تقوم بدورها لأنها ببساطة كانت تقوم بأدوار غير الدور المكتوب لها في وثائق تأسيسها. هناك مهمة أخرى وهي مهمة تطلق عليها الدي ليرنينج والري ليرنينج. الدي ليرنينج هي مهمة في منتهى التعقيد، وهي كيف تقنع، وهذه مرة أخرى مهمة أخرى للرئيس القادم، أن يقوم بدور إعادة برمجة مؤسسات الدولة كي تكون دولة تنموية. هناك مصطلحان في الاقتصاد السياسي، أحدهما يسمى developmental state دولة تنموية، ومصطلح آخر يسمى predatory state دولة نهابة. الدولة النهابة، الدولة التي تسرق مواطنيها، هي دولة تقوم على قيم وأفكار معينة تسيطر على العاملين في مؤسساتها. نظرية أنه المدرس يشتغل بحد أدنى من أجر ويكون مطالبا بأن يعوض الفارق بين أجره وبين الحياة الكريمة المتوقعة من الدروس الخصوصية. بيحصل عملية learning، بترسخ قيم معينة في ذهن المدرس على الرئيس الجديد بالتعاون مع الحكومة الجديدة بالتعاون مع مجلس الشعب، إنهم يقوموا بإعادة برمجة عقلية أولئك العاملين في وزارة التربية والتعليم كي يقوموا بالمهام الأصلية. طبعا هذا لا يعني فقط أن المسألة مرتبطة بالقيم والمبادئ، ولكن كذلك مرتبطة بالظروف العامة المحيطة، وبطبيعة الحال هذا يقتضي أن الرئيس الجديد أن يكون مايسترو عملية إعادة تأهيل موظفي الدولة لكي يقوموا بالمهام التي ينبغي في الأصل لأي دولة تنموية أن تقوم بها. مرة أخرى هذا يحتاج إلى مايسترو، لن تستطيع كل وزارة بمعزل عن الوزارات الأخرى أن تقوم بمثل هذه المهمة، لابد من قيادة عامة هي التي توجه مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق هذا الغرض. في المقال المتواضع ذكرت مثالا محددا من رجب طيب أردوغان، هناك كتاب شهير له كتب باللغة التركية ثم ترجم إلى العربية اسمه رجب طيب أردوغان قصة زعيم. في الفصل السابع من هذا الكتاب نجد المؤلفان أو المؤلفين يتحدثان عن الجهد الذي بذله رجب طيب أردوغان مع زملائه وشركائه في حزب العدالة والتنمية. ما هو الهدف؟ إنه يريد أن يبلغهم رسالته ورسالة الحزب. التعبير الذي استخدمته أن الرجل بذل جهدا متواصلا لإقناع المحيطين به بالقيم والأهداف التي سيقوم عليها حزبهم الجديد، وبعد أن استوعب الجميع الهدف الأسمى والقيم الحاكمة انطلقوا كل في مؤسسته كي ينفذ الخطة المتفقة عليها. ومن هنا أصبحت مؤسسات الدولة أكثر انسجاما واتساقا مع بعضها البعض،
أصبحت وزارة الخارجية تتحرك نحو المزيد من دعم الاستثمار والسياحة بالاتفاق مع وزارة الاستثمار والسياحة. أصبح التعليم أكثر معاصرة لمتطلبات السوق التركية والأوروبية كجزء من الخطة. أصبح تنظيف الشوارع وتشجيرها يتم بمهارة أكبر كجزء من الخطة، لأن في خطة ونبدأ ندرب أنفسنا وندرب الآخرين على تفاصيل هذه الخطة. لهذا السبب بيحصل دي ليرنينج وري ليرنينج. الموظف المسؤول يكون مطالبا بأن ينسى ما كان عليه في مرحلة سابقة وأن يكتسب قيما ومبادئ ومهارات جديدة، وهذا لن يتم إلا بأن يقوم الرئيس بالمهمة الثالثة، وهي مهمة القيادة بالقدوة، to lead by example. بعض الناس يضيقون بالحديث عن دور الشخص، دور الفرد، دور الزعامة، دور القيادة، ويتصورون أن الحديث عن أخلاقيات وقيم ومبادئ يبدو كما لو أنه حديث رومانسي مثالي لا نصيب له في الواقع. حقيقة هذا الكلام فيه الكثير من الظلم، لأن في النهاية المؤسسات من يصنعها هم الأفراد، من يديرونها هم الأفراد، من يستفيدون منها هم الأفراد، من يعوقون عملها إن عوقت هم الأفراد، من ينجحونها هم الأفراد. إذن لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نتجاهل قيمة ودور الفرد المواطن الفرد. وأول هؤلاء الأفراد المعنيون بالنهوض بتبعات التحول الديمقراطي وبناء الدولة التنموية هم أولئك الذين يقفون على قمة مؤسساتها المختلفة، بدءا قطعا برئيس الجمهورية. إلهاب حماس الناس للعمل، اقنعهم بأن هناك ما يستحق التضحية من أجله، هو معنى إدارة توقعات البشر. نحن بحاجة لأن نكتسب مهارة الرسالة، وهذا هو ما يجعل الشخص يضحي في حرب من أجل وطنه، أو أن يعطي جزءا من ماله أو وقته أو جهده من أجل هدف أسمى لن يعود عليه بشكل مباشر، وإنما يعود على المجتمع الذي يعيش فيه، بمنطق أن الشمس حين تشرق فهي تشرق على الجميع. سيكون الرئيس الجديد مطالبا بأن يقنع المصريين بأن لمصر رسالة في محيطها العربي، وأن للمصري رسالة في محيطه الوطني، أننا لسنا فقط كائنات نأكل كي نعيش ونعيش كي نأكل، وأننا لسنا مجرد مفردات مبعثرة، كل واحد منا يبحث عن صالحه الشخصي وصالح أسرته الضيقة. معنى الرسالة إن غابت عن المجتمع تفكك وتفتت المجتمع. وأنا لا أتحدث عن مصر منفردة، وإنما من يعيش في مجتمعات أخرى أكثر تقدما منا يجد هذه الرسالة. يعني الحديث دائما كان في أوروبا الغربية أنهم هم مهد الحضارة، وأنهم عليهم أن يعلموا الإنسان الثقافة والفكر، وأن عبء الرجل الأبيض أن يقود غيره. مثل هذه الأحاسيس والمشاعر حتى وإن بدت عاطفية لكنها ضرورية، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش حياته فقط كما لو أنه جامع للمال أو محقق لمصالح شخصية ذاتية. إذن الرئيس القادم عليه أن يبعث كوامن الحياة ودوافع العمل في الأمة المصرية بأسرها، كي يقنع الناس بأن عليهم أن يتخطوا حاجز الأنا لصالح حاجز النحن. وهو ما يقتضي كذلك المهمة الرابعة، وهي مهمة إشعار المصريين بالمسؤولية الاجتماعية. لو كان لنا من عبرة من حديث القرآن الكريم عن فرعون أنه جعل أهلها شيعا، التشيع يفقد الناس الإحساس بأن هناك آخرين يعيشون معهم على أرض الوطن، وإنما يصبح كل منا كما لو أنه يفكر بمنطق نفسي. وهذه هي المهمة الرابعة، قيادة المواطنين لفكرة الشعور بالمسؤولية المجتمعية، باللغة الإنجليزية أن يكون Chief Public Opinion Leader، أن يكون هو القائد الأعلى للرأي العام.
رجل في هذه الحالة رجل إن تحدث استمع إليه الناس باهتمام وباحترام. كان هذا نموذج نيلسون مانديلا، نموذج غاندي ونهرو، نموذج لولا دي سيلفا، نموذج مهاتير محمد. احترام، تقدير، وفي نفس الوقت إحساس بأن هذا الرجل يقودنا لما هو فيه خيرنا جميعا، وليس خيره وخير أسرته وابنه وحزبه. بهذا المعنى الرئيس القادم لابد أن يكون من التجرد، ولابد أن يكون من الوعي والاستعداد أن يضحي بنفسه، وأن يكون أول من يطبق عليه القانون، وأن يعطي مثلا للآخرين بأنه من ساواك بنفسه فما ظلمك. قمة العدل أن يساوي القائد الآخرين بنفسه. فيبدو نبدو جميعا كما لو أننا أمام القانون سواء بحق. المهمة الخامسة وهي لا شك مهمة ثقيلة، وهي مهمة أن يكون قائد فريق إدارة الأزمات المصرية، Chief Crisis Management Officer. أزماتنا كثيرة وستكون كثيرة، لا شك نحن لسنا في أحسن أحوالنا، بل على العكس أنا أتوقع أن الأمور هذا يعني ما لا أتمناه وإن كنت أتوقعه ستسوء قليلا قبل أن تبدأ في التحسن. لماذا؟ مع كل خطوة نخطوها في اتجاه بناء دولة مدنية معاصرة حديثة ديمقراطية تنموية، نجد بيننا أولئك الذين يريدون ألا يتحقق الحلم، وكلما اقتربنا من الحلم كانوا أكثر ضراوة في محاولة تدمير هذا الحلم. نحن بحاجة لما قام به أو اضطر إليه لولا دي سيلفا في البرازيل من فكرة وجود هيئة عليا لإدارة الأزمات، والحديث هنا يعني الأزمات بمعناها الشامل. جهاز للإنذار المبكر، ثانيا جهاز لفك شفرات الرسائل التي تصل من المؤسسات والفئات والطوائف المجتمعة، ثالثا قدرة عالية على التحرك، رابعا آليات كثيرة ومتعددة لإدارة الأزمات على المستوى المحلي وليس فقط في العاصمة، ثم في النهاية learning process عملية تعلم كي تتحول كل أزمة أو مشكلة إلى فرصة يمكن من خلالها أن ننشئ مؤسسة جديدة كي تتعامل مع هذه النوعية من المشكلات. الرئيس القادم سيكون عليه عبء ثقيل فيما يتعلق بإدارة الأزمات وإطفاء الحرائق الكثيرة التي ستأتي معه. المهمة السادسة حماية وطنية مؤسسات الدولة، وكلمة وطنية أضعها بين قوسين، لا نريد لمؤسساتنا أن تتأدلج من أيديولوجية أو أن تتحزب من حزب سياسي. وما أقصده بذلك ألا نثق في مؤسسة بذاتها أنها قادرة على أن تلون كل مؤسسات الدولة بلونها، وهذا كلام أتمنى أن ننصت إليه باهتمام شديد. مؤسسات الدولة المصرية ينبغي أن تظل مصرية بغض النظر عن من الذي يحصل على الأغلبية في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى أو يصل إلى منصب الرئيس. لا أتحدث عن طيار دون طيار أو عن حزب دون حزب أو عن أيديولوجية دون أيديولوجية. لا أتصور أنه من العقل أو من الحكمة في شيء أننا إذا حكمنا حزب ناصري أعلننا ورفعنا شعارات القومية العربية وأرسلنا قواتنا إلى دول أخرى لندافع عنها، وإن فاز حزب إسلامي بالأغلبية في البرلمان أو في منصب الرئاسة أعلننا باسم الأمة الإسلامية أو الأخوة الدينية أننا مطالبون أن نتحمل مسؤوليات المسلمين في كل مكان في الكون، وإن تولى حزب ليبرالي أو حزب من التيار الوطني العام هذه الأدلجة، هذه الحزبية المبالغ فيها إن أصابت مؤسسات الدولة الرسمية لا سيما المؤسسات السيادية، القوات المسلحة، الشرطة، الخارجية، مؤسسات الأمن العام وعلى رأسها المخابرات العامة المصرية، هذا يعني زعزعة لاستقرار البلاد، بل ضرب في القواعد الأساسية للدولة.
إذن ما الذي يحدث؟ لابد أن نحكم بمؤسسات وليس فقط بمنطق الأغلبية والأقلية. ولهذا السبب بعض الدول لديها ما يسمى بفكرة البيرمننت سكرتري، أو أشبه بوكيل الوزارة الأول أو المدير العام أو نائب الوزير. المصطلح هذا موجود في الكثير من الدول. هذا شخص ليس حزبيا ومعه مكتب يدير شؤون الوزارة. يعني على سبيل المثال، أنا لو حبيت ألتقي بوزير الخارجية الفرنسي أو البريطاني ممكن أن ألتقي به خلال أسبوع، كي ألتقي بوكيل أول الوزارة اللي هو الشخص الثاني في الوزارة في وزارة الخارجية الفرنسية ممكن كي ألتقي به يأخذ مني شهرين أو ثلاثة. هذا الرجل هو الشخص الذي يدير ملفات الدولة بعيدا عن أي اعتبارات حزبية. هناك مجموعة من المصالح والقواسم المشتركة للدولة بغض النظر عن أيديولوجية أو حزب من يحكم. هذا ما نحتاجه في مصر. نحتاج مجلس أمن قومي لمصر لا يسيطر عليه الرئيس منفردا ولا يسيطر عليه العسكريون منفردين، وإنما لابد دائما أن يقنع هؤلاء بأولئك إلى آخره. طبعا في النهاية رئيس الجمهورية بنص الدستور لابد أن يكون هو الشخص المسؤول عن الأمن القومي، ولابد أن يكون هو رئيس مجلس الأمن القومي، ولا ينعقد مجلس الأمن القومي بدون الرئيس أو من يحل محل الرئيس إن غاب الرئيس مثل رئيس مجلس الشعب. لكن في النهاية أنا واحد من الناس لست مستعد أنه إن جاء لي رئيس من طيار ما وقرر أن يأخذ البلاد إلى أقصى اليمين فهو يستطيع ذلك منفردا، أو إلى أقصى اليسار فيستطيع أن يفعل ذلك منفردا. لابد أن تكون القرارات بالشورى، قرارات بالتشاور، قرارات باجتماع جهات مختلفة لها صلاحيات متنوعة ورؤى متباينة كي يصلوا في النهاية إلى ما يعبر عن الصالح العام. المهمة السابعة ستكون على الرئيس القادم، وهي المهمة التي كنت أتمنى أن تكون سريعة، بمعنى أن تكون انتخابات الرئاسة كما وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكما كان مقررا حينما قال 77% من 77% من المصريين في استفتاء 19 مارس، أن تكون خلال 6 أشهر من الاستفتاء، يعني شهر 9 شهر 10 بالكثير، وهو أن يكون لدينا رئيس جمهورية في أسرع وقت، لأن على رئيس الجمهورية مهام لن يستطيع أن يقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ألا وهي مهام العدالة الانتقالية، مهام الحقيقة والمصارحة، مهام محاكمة أولئك الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة، ومهام أولئك الذين قتلوا الكثير من شبابنا وللأسف أساءوا إلى بناتنا في مرحلة ما بعد الثورة. سيكون على الرئيس الجديد مهمة ثقيلة فيما يتعلق بفتح هذه الجراح الغائرة في الجسد السياسي المصري، لأننا لن نستطيع أن ننظر إلى الأمام إن لم نحل مشاكل الماضي. الرئيس فورد حين جاء بعد الرئيس نيكسون في الولايات المتحدة الأمريكية وجد الموقف في منتهى التعقيد. البلد منقسمة بسبب فضيحة تسمى ووترجيت، وهي تجسس فيها مجموعة من أنصار الحزب الجمهوري على مقر الحزب الديمقراطي، وآنذاك تنكر أقسم الرئيس نيكسون بأنه غير مسؤول وأنه لم يكن يعلم عن واقعة التجسس تلك، وثبت لاحقا بالأدلة أنه بالفعل كان يعلم بل كان مسؤولا عن الكثير من أحداث التجسس. إذن الرئيس كذب تحت القسم بما يستدعي أن يقال. جاء فورد وكان نائبا لنيكسون وكان عليه أن يلملم شتات الأمة الأمريكية التي كانت شديدة الانقسام آنذاك. الرجل جلس مع مستشاريه، تباحث في الأمور كلها واختار القرار الصعب. أنا لا أطالب بأن نفس القرار يطبق في مصر، إنما هناك قرارات صعبة جدا على الرئيس القادم أن يتخذها. يعمل إيه مع أولئك الذين أساءوا إساءات بالغة وخطيرة للحياة السياسية المصرية وللاقتصاد المصري ولأرواح المصري؟ فورد اختار أن يصدر عفوا عن نيكسون، عفوا رئاسيا عن نيكسون. هذا الرجل لعن كما لم يلعن رئيس آنذاك. لكن بعد بضعة سنوات حينما يفكر الأمريكيون فيما فعله جيرالد فورد في منتصف السبعينيات يقولون خيرا ما فعل. قلب الصفحة، شد خط وقال
نبدأ صفحة جديدة. أنا لا أدعو لهذا، ولكن أقول إنه مهام اللحظة تقتضي بالضرورة أن الرئيس القادم سيكون مطالبا بفتح ملفات كثيرة أعلم أنه لن يستطيع أن يتجاهلها. إذن رسالتي بمنتهى الوضوح هو لأولئك الذين يظنون أن المنصب غاية وأنهم قادرون عليه، أقول لهم ضعوا أمامكم هذه الأفكار كي تتأكدوا إن كنتم قادرين عليها أم لا، وأرجوكم أرجوكم لا تتخذوا مصر مطية لتحقيق طموحاتكم الشخصية. إن كنتم غير قادرين فهذا مفهوم، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا ما أمكن إراده وتيسر إعداده وقدر الله لي قوله. أشوف حضراتكم على خير الأسبوع القادم إن شاء الله.